اشتاق نبض القلب يموت، همتهم بتشيل جبال قدام اهل الهم ما في محال، لو صرخت وصحيت لقف معاك مش مستني صوتك لاسمعك، لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. هو يا ابن بلادي شد الهمة، خلوا ولادنا يضلوا بنعمة، ايد بايدك الاردن يعمر، حنا نشامة فالو كلمة بنت بلادي شد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم باختيار الأفضل والأنسب برجالات الدولة متقاعدين وضباط ومن الدعائم بهذا الوطن. رحبوا معي بسعادة الدكتور زياد السلمان أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. بداية سيدي سعد مساك. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا وسهلا دكتور زياد. لو حبينا نعرف السادة المشاهدين من هو السيد الدكتور زياد السلمان وكيف كانت بدأت مسيرة نشأة حياته والاختصاص طبعا. سيد الكريم، أنا مواطن زي أي مواطن عادي، وإن الشرف أنه نتواصل معك. الله يبارك فيك. وأنا بداية حياتي كنت ضابط بالجيش. نعم. ولا ظروف خاصة صحية قعدت من الجيش وطلعت كملت تعليمي طب الأسنان. نعم. الحمد لله توفقنا، تخرجت سنة 90، عملت اختصاص تركيب برضو في روسيا، مارست بالأردن أكمل سنة، وبعدين طلعت لأمريكا. ما شاء الله. برضو في أمريكا استغليت وجودي هناك وعملت اختصاص تقويم. فالحمد لله ورجعت أنا يعني قبل 4-5 سنين، والحين حاليا عم نتابع او منعالج او منساعد اللي بنقدر عليه حسب الاختصاص وحسب الخبره اللي استفدنا منها. ما شاء الله. دكتور زياد سلمان، لو حبينا نعرف الساده المشاهدين ما هي ابرز المشاكل التي تتعلق بالاسنان والتقويم وكيف الوقايه منها؟ تفضل. طبيعي صحه الفم والاسنان شيء طبيعي زي ما انسان بيحافظ على صحته. نعم. من اي مرض ثاني اكيد. فنحن طبعا بدورنا يعني كأخصائيين أو عندنا خبرة بهذا المجال، بننصح الجميع أنه محافظة على أسنانه، لأنه السن اللي بروح ما بتعوض أكيد. إن كان بالخلع أو كان بالكسر أو كان بالاستعاضة السنية. التقويم طبعا أساسي لكل إنسان، تقريبا يعني تقدر تقول 60-70% من شعبنا أو من أبنائنا بحاجة لتقويم بدون استثناء. بس في ناس بيكتفي بالوضع اللي الله اعطاه اياه، وفي ناس بحب يحسن، وفي ناس بحب من ناحيه جماليه انه تكون اسنانه صف وحلوين زي هوليوود سمايل. يعني الهوليوود سمايل تختلف عن التقويم. نعم. هي ناحيه تجميليه صحيح اكيد، بتكون استعاضه. نعم. بس التقويم نفس الاسنان نعمله عمليه تقويم او استصليح اكيد او اصطفاف خلينا نقول، ف اجمالا تختلف الاثنين، بعطوك نفس النتيجة، ولكن بالاستعاضة السنية او البسمة الهرود بتكون انت عملت تركيب للأسنان او اضفت مادة ثانية على الأسنان. ما هي نصيحتك دكتور للسادة المشاهدين بخصوص الأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض وأمراض اللثة إن شاء الله؟ الحقيقة نظافة الأسنان شيء طبيعي جدا. نعم. هذا شيء أساسي، إنه واحد يكون أكيد بيكون في ناس عندهم حالات وراثية، ناس بيكون عندهم حوادث بيفقد أسنانه لأسباب وأخرى. نعم. أما بشكل عام نظافة الأسنان هي شيء أساسي. أكيد. اللي بحافظ على أسنانه وبنظفهم على الأقل مرتين باليوم. فهذا انا مع المضمضه ومع استعمال الخيط الفلص بعد الاكل، بعد الاكل وعمليه نكش الاسنان بالتوث بيك او بسموه بالعيدان الخشبيه او البلاستيكيه، فهذا اساسي وضروري جدا خاصه قبل النوم. قبل النوم. نعم. واثناء النهار اذا بتعرض الانسان لاي اكل معين وبتعلق بين اسنانه فضروري جدا انه هاي يتخلص منه. أكيد. دكتور زياد السلمان أخصائي الطب وجراحة الفم والأسنان، لو حبينا نعرف السادة المشاهدين ما هي أبرز والمشاكل والذي يعاني منها مرضى الأسنان؟ الحقيقة أمراض اللثة أمراض شائعة. نعم. وكثير بيعاني منها الناس كثير،
وبيهملوها، والإهمال هو بيؤدي إلى أنك تفقد سنك زيادة. نعم، لأنه لما ينفقد السن أو تنفقد اللثة أو اللاصق بين اللثة وبين السن، بتتعرض إنه السن يدخل فيه مواد أو بكتيريا أو جراثيم بتأثر على السن من الأسفل. أكيد. وبحاول قدر الإمكان بدك تحاول تصلحه، بتكون يعني too late، يعني صار الوقت متأخر. أكيد. فبهيك حالة ننصح الناس تنظيف الأسنان باستمرار، وننصح إنه يظل زيارات دورية للأطباء للطبيب الأسنان، حتى الطبيب يكتشف الشغلة في بدايتها يقدر يعالجها. أنا شخصياً عندي الكشفية مجاني والحمد لله، ما شاء الله. من أول ما فتحت لحد الآن بستعمل الكشفية مجاني. ما شاء الله، هو هذا المميز. أنا سبقتني في الإجابة، كنت بدي أسأل حضرة الدكتور زياد ما هو المميز في عيادة الدكتور زياد السلمان، وحضرتك أجبت في الكشفية بداية تكون مجانية. في شغلات مميزة أخرى دكتور زياد بالنسبة للعيادة؟ نعم والله إحنا بنحاول قدر الإمكان نرخص الأسعار. نعم. ونسهل على المرضى، ومرات منقصد لهم. نعم نعم، لأنه في ناس تكون إمكانية ما بتسمح يعمل كل أسنانه، فبنعمل تقسيط لحتى المريض يقدر. دكتور زياد، هل في تعاون مع بعض الأطباء زملائك، يعني بيجوا عندك هون على العيادة بالنسبة للتقويم أو زراعة أو لثة أو أشياء معينة في طب الأسنان؟ التقويم أنا بشكل عام هم بيستعينوا فيه، لأنه بيجي أطباء بيبعثوا لي حالات تقويم. نعم. أما بالنسبة للزراعة أنا بستعين بأطباء ثانيين. والمعالجة الأسنان بشكل عام الجي بي المسمية إحنا يعني أنا بعملها عندي بالعيادة هون. وفي أجهزة ومختصة كل شيء موجود عندي، جهاز أشعة ديجيتال، وعندي جهاز تبييض، عندي الكشف المبكر عن السوسة جهاز. رائع. دكتور زياد السلمان أخصائي الطب وجراحة الفم والأسنان، ما هي نصيحتك للشباب الواعي المقبل على الدراسة أو الخريجين الأطباء الخريجين حديثا؟ سيدي، لا شك أنه كل إنسان بيبدأ بداية بده ينهيها. أكيد. وإذا بدأ صح بنتهي صح. فبنصح الشباب أنه لما بده يدرس طب أسنان طبعا يركز ويستوعب مظبوط ويفهم، لأنه طب الأسنان علم واسع. أكيد. ومجاله واسع. أكيد. أكيد. أرفع رأسك، أنت أردني، من مقولات جلالة الملك المفدى عبد الله الثاني بن حسين. لو في عجالة دقيقة أو دقيقتين أتاحت لك الفرصة والتقيت جلالة الملك، وهي حلم كل شاب وكل مواطن أردني، ما هي كلمة من القلب إلى القلب لجلالة سيدنا؟ سيدي، الله يطول عمر سيدنا، وإن شاء الله أنه المشاكل عم بتصير تنحل بطريقته. أكيد. وتكون لصالح الشعب. لأنه الشعب حقيقة بحاجة لناس راعي يكون يرعاهم. نعم. ولإنسان يعرف مشاكلهم ويحلوا مشاكلهم. سيد الدكتور زياد السلمان، نعمة الأمن والأمان لها الجانب الأوفر والكبير في تنمية المصادر وازدهار الأعمال. ما هي نعمة الأمن والأمان؟ ماذا تمثل لك؟ والله هاي ميزة بالأردن، يعني مش موجودة بأي بلد حتى في أمريكا. نعم. أنا عشت في أمريكا وعشت في أوروبا وعشت في كندا. نعم. كنا نطلع ونمشي، إذا واحد معه 50 دولار حاط في جيبته كان يخاف يخبيهم. نعم. لأنه ممكن أي إنسان يتعرض لك ويقشطك إياهم. أكيد. إحنا هون بالأردن الحمد لله هاي نعمة كبيرة إلنا، ومش بس إلنا كمان، للمغتربين حتى. نعم. فهاي يعني نعمة كبيرة ونعتز فيها، والله يديمها. آمين آمين. دكتور زياد السلمان أخصائي الطب وجراحة الفم والأسنان في عيادة الجبيهة شارع يجوز، لو وصلت لهذه المواصيل والمكان المرموقة كان هنالك جندي مجهول خلف الدكتور زياد السلمان، من هو راعي المسيرة الذي كان يحثك دائما إلى المسير قدما إلى الأمام؟ ولا شك الوالدين لهم، الله يرحمهم، لهم أكبر الأثر. طبعا اخوان الي كمان واخت الي الله يرحمها كمان كانت من الداعم الي. بالنسبه لشق طريقي انا في روسيا، حقيقه كنت يعني من ذاتي من نفسي، ما شاء الله. والحمد لله توفقت والامور ماشيه الحمد لله.
في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور زياد السلمان من طب وجراحة فم الأسنان من عيادة الجبيهة شارع يجوز عمارة 81. كل الشكر دكتور لحسن استضافتك، ونترككم أعزائي المشاهدين في حلقة جولة داخل العيادة مع الدكتور وموسيقى يختارها حسب ما يطلب. أهلا وسهلا بك. شكرا لكم، شكرا لجهودكم، شكرا لحضوركم، ونتمنى نكون قدرنا نوصل معلومة معينة للشعب وللأخوان المواطنين حتى يستفيدوا منها. وبارك الله في جهودكم، وأهلا وسهلا شرفتوا.